قدمت أيضا أمام مجلس الوزراء اليوم بيانا عن المخطط الوطني لتنمية قطاع الصحة، مخطط 2022-2030. وللتذكير فإن القطاع كان، وتعرفون المخطط العشري هو برمجة متوسطة المدى المجمل لإصلاحات والأهداف اللي يختار القطاع والتوجيهات العامة يوصلها. وكان القطاع عنده مخطط عشري 2011-2020 وانتهى، وكان من المفروض ان يعود عندنا مخطط 2021-2030. يا غالي ان السنه كان استعرضت فيها كوفيد واستعرضت فيها بعض الاجراءات اخرى، وخر ذاك البرمجه الى عاد 2022-2030. هذا المخطط اساسا يقوم على المحاور الثلاثه، ككل مخطط ككل برمجه متوسط المدى عشريه، تقوم اولا على تقييم ما كان موجودا اللي هو المخطط العشري السابق، شو عدل منه، تذكير باهدافه، شو عدل وش ما عدل، وش هي الاهداف اللي خلقت، وش هي النواقص. ثم من بعد ذلك ايش هي المحاور اللي من شانها تحدد اهداف جديده والاليات لوصولها. ثم المحور الثالث هو هذا لا يعدل باش، والميزانيه التوقعيه لشن. وياك نختصر لانه هذا مخطط عشري تتصورون انه بتشخيصه والياته وتوقعه انه طويل، لان نقبل اخمس معالم من تقييم المخطط الماضي واخمس معالم الاهداف والاصلاحات اللي هامنا نوصلوا لها ان شاء الله في المخطط المقبل. اولا من معالم المخطط الماضي على انه كان من نواقصه على انه ضعف شيء من ضعف والله نقص الحكامه المؤسسيه والتنظيميه للقطاع. بعض النصوص اللي كانت يلا تنقبل والله مفروض على انها تنقبل حسب المخطط العشري الماضي تنظيميه ما انقبلت ولا وعدلت، وبعض النصوص وعدلت ولا وطبقت. ومنها مثلا السياسه الاستشفائيه، ومنها القانون اللي ينظم المستشفيات، ومنها ايضا قانون هذا اللي كنا نقولوا وكاتياه الفصل بين القطاع الخاص والقطاع العام، ومنها قانون المعايير اللي قد يتم والله النظم اللي قد يتم عليها انشاء الوحدات الاستشفائيه الخصوصيه والوحدات ايضا الصحيه الخصوصيه، ومنها حتى معايير اللي يلا تعود عليها الوحدات الصحيه العموميه، يسوى منها المستوى الاستشفائي ويسوى منها المستشفى المستوى القاعدي. مجموعه من هذه النصوص، منها ما تم فلم يطبق، ومنها ما لم يتم قاع، وبالتالي هذه بعض النواقص، ومنها اللي ما تم فطبق. ياك عداك ايضا المعيار، الملاحظه الثانيه هي نقص الموارد البشريه مقارنه مع الاهداف اللي كانت مرسومه ومقارنه مع اهداف منظمه الصحه العالميه. وهون اللي نعطيكم ارقام، المخطط السابق كان يحدد هدف 20 مهني صحي لكل 10,000 ساكن، معناها كل 10,000 مواطن موريتاني يلا عاد عندها 20 من اهل الصحه، كذاش من الاطباء وكذاش من القابلات وكذاش من الممرضين وكذاش من فنيين الصحه. رغم تطبيق مخططنا ذا وصلنا الى 15 لكل 10,000 ساكن. ورئيس الجمهوريه برنامجه الانتخابي تعهد ب 23 مهني صحي لكل 10,000 ساكن. ايضا المؤشر الان في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاطباء حسب منظمه الصحه العالميه هو 2.3 طبيب لكل 1000 ساكن. احنا عندنا مازال 0.16 طبيب لكل 1000 ساكن. القابلات المؤشر منظمة الصحة العالمية ان يعد قابلة واحدة لكل 300 امرأة في سن الانجاب. احنا الان الارقام اللي عندنا 0.3 قابلة لكل 300 امرأة في سن الانجاب. هذا اياك ينعت لكم شنو هي النواقص حمزات عندنا في المصادر البشرية. ولين نأسسوا عليها اهدافنا المستقبلية، اياك نصحوا ياك النواقص.